لو اتفرجت عليها اتفرج عليه مع اصحابي على القهوه في شبرا مع صحابي. في الماتشات دي يعني بتفرج مع عيلتي في البيت لان انا عيلتي كلها اهلاويه اصلا، يعني انا وبابايا من زمان معرف ان انا بروح مع الماتشات بتاعه الاهلي زي ماتشات الاهلي والاسماعيلي بتاعه زمان وكده، كنت بروح معاه دايما ان شاء الله بامر الله على القهوه مع زمايلي، وان شاء الله التوفيق بالنادي الاهلي بامر الله. والله بتفرج في البيت مع اولادي و... اهلاويه هم؟ اه طبعا العيله كلها اهلاويه. آه طبعا بنزل اتفرج في القهوه مع اصحابي، ويعني بنتقابل كلنا ماتش وبتبقى ليله العمر يعني. انا طبعا بحاول اوزع بقدر الامكان المدام في البيت والاولاد عشان ممكن يعملوا لي دوشه، ازعق عند مامتها اي حاجه، اجيب صحابي بقى وبنقضيها يعني، بيبقى يوم من اوله احتفال طبعا. كلنا بنتجمع في البيت الصحاب والعيله، وبيبقى يوم مميز وبيبقى يوم كله حماس. يعني انا واحد مثلا وشغال ممكن اخد اجازه من الشغل مخصوص عشان اتفرج على الماتش، وبتبقى فرحه كبيره يعني بماتش الاهلي اللي بنتفرج عليه. لا طبعا الماتشات اللي زي كده بتفرج بيها مع اصحابي طبعا على القهاوي، لاني مصدر المتعه الصراحه، القهاوي دي بتبقى مصدر متعه لينا. بنتفرج عليه في المهندسين ان شاء الله مع اتنين زمايلي في الشو، وان شاء الله الاهلي هيكسب. بصوا انا معايا مجموعه كبيره من صحابي دايما في الايفنتات او الماتشات الكبيره بنتجمع في شقه بتاعت واحد صاحبنا،